البرنامج ديال الزلزال هذا برنامج اللي مكلفة به لجنة بين وزارية يترأسها السيد رئيس الحكومة، وهذه اللجنة تجتمع بشكل دوري، حينما تجتمع تتابع الإنجاز ديال مختلف المشاريع اللي في البرنامج الاستعجالي، وتتابع مختلف القضايا المرتبطة بالمسائل اللي تكلمتي لها. في كل مرة يتم هذا الاجتماع يتم التواصل حول حصيلة هذا الاجتماع هذا، فهذه الهيئة ولا هذه اللجنة بين الوزارية تقوم بالتواصل حول مختلف الإجراءات التي يتم إنجازها في هذا الاتجاه. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.